العجلة. قال عيسى بن مريم عليه السلام: داويت المرضى فشفيتهم بإذن الله، وأبرأت الأكمه والأبرص بإذن الله، وعالجت الموتى فأحييتهم بإذن الله، وعالجت الأحمق فلم أقدر على إصلاحه. فقيل: يا روح الله، وما الأحمق؟ قال: المعجب برأيه ونفسه، الذي يرى الفضل كله له لا علي، ويوجب الحق كله لنفسه ولا يوجب عليه حقا، فذلك الأحمق الذي لا حيلة في مداواته.